السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة إن شاء الله. بإذن الله النهاردة يكون موجود معانا فرصة ممتازة جدا، بس طبعا كالعادة قبل ما نتكلم عنها أحب أوضح إن إحنا عرضنا فرص ومنح كتيرة جدا سابقة، ودي القناة بتاعتنا. هتلاقوا منح موجودة في اليابان، في كوريا الجنوبية، تايوان، فرنسا، أمريكا، دول كتيرة جدا مختلفة. وكمان كنا اتكلمنا عن سلسلة فرص التطوع والسفر للخارج، وعرضنا بعض المواقع اللي من خلالها تقدر تلاقي فرصة عمل بكل سهولة. وكنا كمان عرضنا فرصة كان التقديم والقبول فيها حصريا عن طريق قناتنا، وهي كانت فرصة تطوع في فيتنام شاملة معظم التكاليف، وتم إعلان الفائزين في هذه الفرصة، وإن شاء الله يكون موجود معانا فرص جاية كتير التقديم والقبول فيها حصريا عن طريق قناتنا. بالإضافة كمان كنا أعلنا عن خدمة، وهي خدمة المساعدة في التقديم لأي فرصة أو منحة أنت عايزها، تقدر تقدم بنفسك أو ممكن إحنا نساعدك في التقديم لأي فرصة أو منحة، تمام؟ وعشان توصلك اي حاجه جديده من القناه بتاعتنا يا ريت تعمل سبسكرايب وتضغط على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص توصلك بسهوله. واحب انوه كمان ان جميع رابط جروباتنا على الواتساب وجروبنا على الفيسبوك ورابط التقديم الخاصه بالفرصه اللي هنتكلم عليها النهارده هتلاقوها موجوده في صندوق الوصف اسفل الفيديو. طيب خلينا دلوقتي نبدا على بركه الله ونتكلم عن الفرصه بتاعت النهارده. هي فرصه تدريب صيفي مقدمه من مؤسسه او منظمه اسمها سي ار جي، تمام؟ ده اسم المنظمه. نتعرف على تفاصيل اكتر. الدولة اللي هيبقى فيها التدريب هي اسبانيا، هيتم التدريب في مدينة برشلونة، تمام؟ طبعا دولة اوروبية يعني معروفة جدا. الجهة المانحة سي ار جي دي مؤسسة او منظمة خاصة بالتدريب ومساعدة الطلاب ومساعدة الخريجين وهكذا. الدول المتاحة للتقديم، جميع الدول المتاحة للتقديم، اي شخص من اي دولة او اي دولة مسموح ليها التقديم، سواء انت من قارة أوروبا، أفريقيا، آسيا، من الدول العربية تقدر تقدم عادي للفرصة دي. مدة التدريب للفرصة دي هي شهرين، هتاخد تدريب لمدة شهرين. التدريب ده هيكون من شهر يوليو حتى شهر أغسطس 2020، يعني هيكون في الأجازة، فبالنسبة للطلاب هيكون متاح ليهم إن هم يعني يذهبوا للفرصة دي بدون أي مشكلة، لأن هيكون في الأجازة يعني، وهيكون تدريب صيفي، فهتكون حاجة كويسة جدا. المرحلة الدراسية المتاح لها التقديم، ونركز في الجزء ده كويس، متاحة ليك البكالوريوس والماجستير، يعني الناس اللي خاصة بمرحلة الدكتوراه غير متاح ليهم التقديم، فقط المرحلة الجامعية الناس اللي بتدرس بكالوريوس ومرحلة الماجستير. طيب خلينا نتكلم عن تمويل الفرصة دي، والصراحة التمويل بتاعها ممتاز جدا. هتاخد في الفرصة دي مرتب 400 يورو شهريا، يبقى انت كل شهر هتاخد من المؤسسه اللي هي السي ار جي هتاخد منهم 400 يورو شهريا. بالاضافه كمان تذاكر الطيران هتكون مجانا من بلدك الى اسبانيا، يعني عشان تروح التدريب ده في اسبانيا هتكون تذاكر الطيران عليهم، وبرده لما تخلص التدريب من اسبانيا الى بلدك في العوده هتكون برده الطيران عليهم. كمان وجبات الطعام مجانا، هتاخد الطعام بالمجان من المؤسسه. هتاخد كمان زي زيارة مدن أسبانيا والتعرف على ثقافة البلد، وطبعا هيكون في مميزات كتيرة جدا، ولكن لو بصينا لحجم المميزات اللي بتعرضها الفرصة هنا يعني كتيرة جدا، بالإضافة كمان بتديك 400 يورو شهريا. شروط المنحة دي بقى عشان تقدم ليها، أول حاجة لازم تكون طالب جامعي في مرحلة البكالوريوس وأنهيت سنتين على الأقل من الدراسة في الجامعة، يعني حضرتك دلوقتي لو بتدرس درجة البكالوريوس متاح ليك التقديم، ولكن لازم تكون انت خلصت سنتين على الاقل، يعني انت حاليا دلوقتي طالب في السنه الثالثه متاح ليك التقديم، تمام؟ انما لو انت مثلا في السنه الاولى او لسه في السنه الثانيه وما خلصتهاش يبقى غير متاح التقديم، فقط للطلبه الذين اكملوا سنتين من مرحله البكالوريوس، او تكون حاليا في مرحله الماجستير، ودي بدون شرط، يعني تكون بتدرس دلوقتي ماجستير وملهاش شرط غير كده تكون طالب ماجستير. انما لو شخص خريج بكالوريوس او شخص خريج ماجستير غير متاح ليهم التقديم، لازم حضرتك تكون حاليا مقيد في جامعه بتديك درجه البكالوريوس او مؤسسه او جامعه بتعطي درجه الماجستير. التخصصات المتاحه بقى في المنحه دي، طبعا في تخصصات كتير ولكن معظمها تخصصات علميه زي البايو ساينس، تمام، بايوميديكال ريسيرش، هتلاقي بايو ميديسين، يعني في تخصصات كتيره خاصه بالطب، كيمستري، تمام. فانت بتشوف التخصص اللي انت عايزه، زي برضو في حاجه اسمها اللايف ساينس، بتشوف التخصص اللي انت عايزه وبتحاول تقدم عليه. وطبعا جوه التخصصات دي في تخصصات تانية فرعيه، فعشان تتعرف على التخصصات الفرعيه دي هتلاقيها كمان موجوده في ابلكيشن التقديم اللي احنا نتكلم عليه بعد شويه. الاوراق المطلوبه بقى عشان تقدم للفرصه دي اوراق سهله جدا جدا جدا. اول حاجه مطلوب منك كشف درجات،
لو انت بتدرس دلوقتي بكالوريوس تجيب كشف درجات لاخر سنه كانت عندك في البكالوريوس، تمام؟ وتجيب خطاب توصيه، تمام؟ 2 خطابات توصيه، وتكتب مقالات انيه. في مقالات موجوده في المنحه، والمقالات دي مهمه جدا، هي اللي هيكون عليها عامل القبول او الرفض من المنحه، فلازم تهتم بكتابه المقالات دي زي ما هنوضحها بعد شويه. يبقى كشف الدرجات سواء انت بكالوريوس او ماجستير بتجيبه لاخر سنه او ترم انت حضرته. اخر ميعاد للتقديم للفرصه دي هو 9 مارس 2020، لسه في وقت عشان تقدم للفرصه دي وتجهز ورقك. لو اي حاجه ناقصه معاك تقدر تجهزها، لسه الوقت متاح معاك. طيب خلينا دلوقتي بقى نتعرف على طريقه التقديم والموقع الرسمي. هنا انا حاطط لكم الموقع الرسمي، ده الاعلان الرسمي للفرصه، وهنا ابلكيشن التقديم. خلينا نبص سريعا كده على الاعلان الرسمي. الاعلان الرسمي هيظهر لك بالشكل ده، تمام؟ هتلاقي كل التفاصيل هنا، كل تفاصيل المنحه هنا. بيقول لك المنحه دي شروطها ايه عشان تقدم ليها، بيقول لك المنحه دي هتكون مموله بكام، 400 يورو شهريا. يعني اي تفاصيل هتلاقيها موجوده في ابلكيشن او الموقع الرسمي للمنحه. وهنا دول بالنسبه للاشخاص الموجودين تحت هنا، دي الاشخاص اللي انت هتشتغل معاهم. يعني حضرتك تقدر تختار ما بينهم الشخص اللي انت حابب تعمل التدريب معاه، يعني اللي هيكون السوبرفايزر بتاعك اللي انت تعمل معاه التدريب، وبتقدر تختار منهم. ده طبعا بعد لما بتتقبل بيكون متاح ليك الفرصه انك تختار السوبرفايزر بتاعك من الناس دي، تمام؟ طيب كده اتعرفنا على الاعلان الرسمي وكل حاجه. خلينا بقى دلوقتي نتعرف على طريقه التقديم. انا هحط لكم لينك التقديم هنا، تيجي تضغط على قدم الان او ابلاي ناو عشان يفتح معاك ابلكيشن التقديم. طيب ابلكيشن التقديم هيفتح معاك بالشكل ده كده. فبيقول لك اول حاجه لازم تعملها، يا تعمل لوجن يا تعمل ريجستر. طيب لو انت حضرتك هتعمل لوجن، يبقى انت لازم اوريدي يكون معاك ايميل وباسورد على ابلكيشن المنحه. طب انت كشخص جديد او مستخدم جديد لسه داخل على المنحه تعمل ايه؟ يبقى حضرتك مباشره تروح على كلمه ريجستر وتضغط عليها، تمام؟ عشان تعمل اكونت جديد على المنحه. هنا عشان تعمل اكونت جديد مطلوب منك يوزر نيم. طبعا بتكتب هنا اي يعني يوزر نيم، مثلا شخص ممكن يسمي نفسه محمد مثلا، اسم مثلا، او تكتب اسمك وتحط جنبه مثلا رقم. يعني اعمل يوزر نيم من دماغك وتحاول انك تحفظه عشان تستخدمه بعد كده في اللوجن. تحط الايميل بتاعك، تحط طبعا الايميل صحيح عشان بتوصلك عليه رساله، تعمل اكسبت هنا، وتحط الكود ده، يعني الكود اللي هيظهر لك ده تكتب نفس ما يظهر لك هنا. طيب بعد لما بتخلص وتضغط على كرييت اكونت بتجي لك رساله على الايميل اللي انت حطيته هنا. الايميل بتاعك اللي انت حطيته بيجي لك رساله عليه. الرساله بتكون بالشكل ده، بيقول لك حضرتك عشان تكمل عمليه التقديم لازم تضغط على اللينك ده. هتلاقي لينك بالشكل ده كده، فتروح تضغط على اللينك ده، تمام؟ اللينك ده هيفتح معاك بالشكل ده، تمام؟ لازم تخلي بالك من النقطه دي، ان في لينك هيوصلك على الايميل تضغط عليه. اللينك هيظهر لك اول حاجه بالشكل ده، فتروح تضغط على لوجين، تمام؟ دي الخطوه اللي بعدها، هيفتح معاك هنا وبيقول لك اعمل بقى باسورد. انت ما كنتش عملت باسورد، فالمفروض انك لازم تعمل باسورد وتعمل كونفيرم الباسورد هنا، وبعدين تضغط على كلمه سيف عشان يتم حفظ الباسورد بتاعك. خلاص كده، يبقى انت كده عملت اكونت على المنحه. طيب انا دلوقتي عملت اكونت وكل حاجه، اعمل ايه بعد كده؟ ترجع بقى لللوجن، هتلاقي بيظهر لك من فوق هنا حاجه اسمها لوجن، تمام؟ دلوقتي بقى معاك اليوزر نيم وبقى معاك الباسورد، فبتضغط على كلمه لوجن فبيدخلك على الابلكيشن بتاعك، تمام؟ انا الابلكيشن بتاعي مثلا اسمه محمد 780 مثلا بهذا الشكل، تمام؟ فانت بقى عشان تخش الابلكيشن بتاعك بتيجي على الجزء ده من هنا من الجنب، وبتلاقي حاجه اسمها ماي ابلكيشنز واوبن فيلوشيب، تمام؟ فبتيجي تضغط على اوبن فيلوشيب دي عشان يفتح معاك الاختيار بتاع من الابلكيشن. هيقول لك اضغط على ابلاي، تضغط عليها، تمام؟ طيب ركز بقى معايا في الجزء ده كويس جدا. ده الابلكيشن اللي هيظهر لك لاول مره. مطلوب منك كذا حاجه هنا. اول حاجه جنرال داتا، ايديوكيشن، ريسيرش اكسبيرينس، ساينتفك انترستس، ريفرنس، سبمشن، تمام؟ اول حاجه مطلوب منك هي الداتا بتاعتك، تحط معلوماتك، تحط اسمك، اسم العائله، تختار الجندر بتاعك، تختار عنوانك، المدينه اللي انت قاعد فيها، البوستال كود بتاعك، تكتب دولتك، تمام؟ ايميلك انت لو اوريدي المفروض حطيته، تكتب تاريخ ميلادك، وتختار الجنسيه بتاعتك، وتختار انت عرفت المنحه دي ازاي او عرفت التدريب ده ازاي، مثلا عن طريق السوشيال ميديا، عن طريق مثلا شخص معين، فانت بتختار عرفت عن المنحه دي ازاي، تمام؟ بعد كده لما بتخلص الجزء ده تضغط على كلمه نيكست سيكشن، وبتخش بعد كده على كلمه education او السيكشن الخاص بالeducation.
طيب ده الجزء الخاص بالإديوكيشن هيظهر لك بالشكل ده. أول حاجة مطلوبة منك إنك تحط اسم الجامعة أو المؤسسة اللي حضرتك بتدرس فيها حاليا، فبتحط اسمها هنا، بتكتب المؤسسة دي فين بالظبط، العنوان بتاعها والدولة اللي موجودة فيها، بتكتب حضرتك بتدرس إيه دلوقتي، هل أنت أندرجراديت يعني طالب بكالوريوس ولا ماستر ستودنت، فبتختار المرحلة الدراسية بتاعتك، بتكتب هنا الجي بي إيه بتاعك. وركز بقى معايا في النقطة دي عشان في ناس كتيرة مش عارفة يعني إيه الجي بي إيه. الجي بي إيه ده هو نظام درجات معين، تمام؟ النظام ده بيكون من 4، فالجي بي اي اللي موجود عندك هنا من 4. فلو حضرتك مثلا الدرجة بتاعتك بتتحط من 100% او من 20 او من 40، او شوف نظام بلدك بيمشي بالدرجة ازاي، فالموقع هنا حاطط لك، او المنحة هنا حاطط لك موقع اخر بيقول لك الموقع ده ممكن تدخل عليه وتحسب الدرجة بتاعت الكلية بتاعتك زي ما بتكون موجودة في الجامعة في بلدك، وتحولها للجي بي اي عن طريق الموقع ده. يبقى انت ممكن تحول درجتك للدرجة بالجي بي اي باستخدام الموقع ده، بتدخل عليه وبيتم التحويل على طول، تمام؟ وبتختار بقى درجتك هنا بتعادل كام بالجي بي اي. بيقول لك متوقع ان حضرتك تتخرج امتى، يعني من درجة الماستر او درجة البكالوريوس تتوقع تتخرج امتى، بتحط التاريخ هنا، بيقول لك تحط هنا بقى الترانسكريبت بتاعك، تمام؟ فيها بيظهر لك هنا، انا هنا عشان حاطط الملف، فهتلاقي هيظهر لك هنا زي كلمة ابلود او سيلكت فايل، تضغط عليها وبيتحط على طول الترانسكريبت هنا، تمام؟ طيب انت خلصت الجزئية دي، تعمل ايه؟ تضغط على كلمة next section وتخش على المرحلة اللي بعدها، تمام؟ اللي هي المفروض تكون research experience دي. هنا ده مطلوب منك سؤال واحد، بيقول لك هل حضرتك عندك خبرة قبل كده في المجال البحث اللي انت اخترته، او اللي انت مثلا يعني في البحث بصفة عامة، هل في موضوع مثلا عملت عليه بحث سابق قبل كده، او في حاجه مثلا تبع الكليه بتاعتك مثلا توبيك او حاجه معينه عملت عليها بحث او نشرت حاجه قبل كده. فلو عندك مثلا بتضغط على كلمه ياس وبتكتب الموضوع اللي انت عملت عليه البحث ده، تمام؟ يعني بتوصف الموضوع ده، ولو اخترت نو ما عندكش خلاص بتعدي السكشن ده وبتخش على السكشن اللي بعده اللي هو ساينتفك انترست. في الجزء بتاع ساينتفك انترست بتختار الحاجة اللي انت عايز تعمل فيها التدريب في اسبانيا تبع المنحة دي. هنا التخصصات اللي تبع المنحة، تمام؟ بتختار التخصص المناسب ليك. طبعا انا قلت في تخصصات فرعية، ففعلا في تخصصات هنا فرعية. بتختار التخصص بتاعك او اللي انت حابب تنضم ليه، مثلا ستراكتشر جينومكس، مثلا سيلولر اند سيستم، نيورو بيولوجي، بتختار جينيتك سيستمز، يعني بتختار التخصص المناسب ليك او اللي انت حابب تنضم ليه وبتحطه هنا. وفي الجزء ده بيقول لك اوصف لنا ايه اللي متوقع اللي انت تحصل عليه لما تحصل او تختار التخصص. يعني مثلا انا اخترت هنا جيناتيك سيستمز، فايه اللي انا يعني هاخده من التدريب ده بالانضمام للمنحه دي، ايه اللي احصل عليه مثلا من الفوائد، او من اللي احصل عليه من الخبره او كل الكلام ده، فبوصف هنا الحاجه اللي هتفيدني من الانضمام لهذا التدريب. طيب خلصت الجزء ده، بتخش على الجزء اللي بعده النكست سيكشن. وفي الجزء اللي بعده اللي هو خاص بخطابات التوصيه، وهنا خطابات التوصيه بشكل اونلاين، تمام؟ كنا شرحنا قبل كده خطابات التوصيه بشكل اونلاين، وقلنا ان انت بتكتب اسم الشخص، بتكتب الايميل بتاعه، بتكتب الدوله اللي موجود فيها، بتحط بياناته كلها، وبعد كده لما بتحط بياناته وبتضغط على سند ريكوست زي ما موجود هنا، بيوصله هو على الايميل بتاعه مباشره رساله او طلب من المنحه بيحتوي على بعض الاسئله، بيسألوه هو يعرفك ازاي، يعني ايه علاقته بيك، مثلا هل هو كان مدرس ليك او استاذ جامعي او مثلا صاحب عمل، بيكتب سبب معرفته بيك وبيحطها في الريكوست اللي هيطلب منه من المنحة. طيب بعد لما تكتب الاجزاء دي ما تنساش انك تضغط على سند ريكوست عشان يوصل للشخص ده رسالة من المنحة، وهنا نفس النظام تحط بيانات الشخص التاني وتضغط برضو على سند ريكوست. خلصت الجزء ده، تخش على الجزء اللي بعده هو اخر مرحله اللي هو السبمشن، تمام؟ اللي هو بعد بقى لما بتكتب كل بياناتك بيقول لك هل انت متاكد ان البيانات اللي انت حطيتها كانت بيانات صحيحه، فبتقول له يس اي اكسبت، مثلا انا اقبل شروط المنحه. لما بتضغط على كلمه اكسبت، تمام، وبتضغط على علامه صح هنا، بتروح عند الجزء ده وبتضغط على كلمه سبميت. لما تضغط على كلمه سبميت يبقى انت كده سجلت للمنحه بنجاح، تمام؟ الابلكيشن بسيط ما فيهوش اي حاجه. وحب انوه كمان على حاجه، في حاجه اسمها هنا سيف درافت. سيف درافت دي معناها انك ممكن تحفظ الملف وترجع له في اي وقت تاني، يعني لو حضرتك مش عايز تعمل سبميت هنا دلوقتي، ومثلا انت مليت لحد ريسيرش اكسبيرينس وعايز تكمل الحاجات الباقيه بعدين، ممكن تعمل سيف درافت للجزء اللي انت وقفت عنده وبعد كده بترجع تكمل في اي وقت لاحق.
تمام، دي حاجه كويسه برضه. ابلكيشن التقديم بسيط جدا، منحه ممتازه صراحه، يعني فيها تفاصيل حلوه كتيره جدا، مرتب 400 يورو، وجبات طعام مجانا، تذاكر الطيران، تعرف على ثقافه البلد، حاجات كتيره جدا. فلو مهتمين بيها يا ريت تقدموا ليها، وان شاء الله باذن الله يكون القبول والتوفيق في المنحه دي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.